اهلا بكم مشاهدينا الكرام. اذا الشوط الاول ينتهي بتقدم نادي النصر السعودي علينا بهدف مقابل لا شيء. الدقيقه 22 اللي جاب الجول خالد الغنام. المباراه الثانيه انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي 0-0. خالد، انا اعتبر الشوط قابل للنسيان بالنسبه للسد. السد نزل المباراه وسمع عن التشكيل فارتخى اللعيبه في ارض الملعب، هذا ليس قوام السد وليست منهجية السد في اللعب وليست الروح القتالية الموجودة بالنسبة للسد. دفاع يعني عمري أنا ما شفت دفاع السد بهذه الحالة بالنسبة للتنظيم الجماعي أو على اللعب الفردي بالنسبة للدفاع، سواء بالذات جاءت بدرو وخوخي وينجز بعد حق عبد الكريم خل طارق الوحيد في خط الدفاع اللي هو صاحي في المباراة اليوم. وسط الملعب بالنسبة لنا بطء مش طبيعي في الانتقال الكرة، وهذه مو بسمة السد في اللعب، سمة السد الانتقال من الدفاع إلى الهجوم دائما يميزه السرعة. اللعب بين الخطوط في نادي السد اليوم ما شفناها، مش موجودة. اللعب على الأطراف سواء كان من الهدوس أو سواء من أكرم كله لعب سلبي، ما في إيجابية على المرمى. تسديد من خارج منطقة الجزاء مش موجودة، العمق الهجومي مش موجود. معناته اللعيبة استعلموا بالتشكيل وتوقعوا المباراة أن هي بالنسبة لهم سهلة وممكن أن تكسب. أهني فريق النصر الصراحة على التركيز العالي في المباراة وإدارة شوط بشكل جدا ممتاز في الشوط الأول من ناحية القتالية ومن ناحية اللعب الجماعي. نعم، أنا ملخص الشوط الأول في ثلاث نقاط للفريق. أول حاجة بطء في الإيقاع، إيقاع السد بطيء جدا للغاية، تحضيره بطيء، استحواذه على الكرة بطيء، كرة عرضية أكثر من الكرة الأمامية عنده، هذا واحد. اثنين، الدفاع الفردي ضعيف، دفاعنا ضعيف خاصة الفردي واحد بواحد. يا ريت نشوف الهدف اللي جاء علينا من 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 خالد القنام، خطأ واضح من بدرو، من بدرو طلع الكرة ركنية علام خوخي اثنين لا وسعد الشيبي اللي فاتح ريله. لا بس لا، هو أول حاجة هو بدرو طلع هو ورا بدرو طلع الكرة ركنية يا بدرو، ما يحتاج تبلسف. ثاني حاجة الحالة الفردية، شوف الآن، شوف بعلام، لا في لقطة لها توضح له أكثر حق هو التمركز هو التمركز خطأ تمركز أصلاً خطأ. تمركز خوخي خطأ خوخي يعني كرة أوت ما في أوفسايد. شوف بس قاعد يتفرج عليه، طلع الكرة ركنية. لا سعد بعدين الله يهداك بشرح بيبانك ما عليه، بس سريع وشافه قريبة ما يقدر عليه، ما يتحمل. لكن حقيقة الدفاع الفردي اليوم ضعيف، ممكن اليوم أفضل مدافع اليوم طارق تقريبا في الرباعي الدفاع، طارق يشاطهم على الأقل، ولا أبو علام بطيء اليوم. ثلاث محاولات لنادي النصر واحد بواحد يتفوقون على أبو علام، وهذا شيء سلبي حقيقة، وهي صعب على أبو علام. إحنا اللي يعني متعودين على أبو علام في واحد آخر نقطة اللعاب السد اليوم، التمريرات الخاطئة الكثيرة في وسط الملعب أو كور أمامية، كل تمريرات مقطوعة. هذه سلبيات السد. السد لازم يعدل الآن الأمور هذه اللي ذكرناها. بالمقابل الاستراتيجية اللي مشى عليها نادي النصر السعودي وهو يلعب بالصف الثاني معهم شباب. أنا أشوف أن أهم شيء اللي قام فيه لاعبين النصر هو الجدية رقم واحد. شفنا جدية في أرضية الملعب، تطبيق طريقة اللعب، حتى في حالة الدفاع شفنا أن يدافعون ثمان لعيبة، لكن ثمان لعيبة يضغط ينتشر لما تنتهي الهجمة يهاجم. شفنا في الدقيقة 5 منظر جميل للعبة النصر، يضغط في الثلث الأخير في ملعب السد، هذه أحد الهجمات. شوف 1 2 3 4 5 متواجدين، السادس داخل، معناته ماخذين ثقة في نفسهم وأريحية، في سلاسة في اللعب. الأهم أنا أقول لك يعني العكس، السد اللي تباطئ تثاقل. لو تلاحظ تلخص الشوط الأول في لاعبين اثنين بعلام وبدرو في الهدف، شوفهم بعد يعني لما انقطعت الكرة من بعلام، شوف جاريه شلون للرياكشن ماله، كان تعبان، كان تعبان او متثاقل. حتى بدرو بسهوله حاوره راوغه ومخرج الكرة. في اعتقادي انه صح، ممكن خالد سلمان قال ان السد لما شاف التشكيله قال بيلعب برياحيه بياخذ المباراه شوي، لكن باسترخاء. طيب، لكن عكس لعبه النصر اللي جديه وكان له افضليه في تفاعل طلال البلوشي. الوسط استحوذوا عليه النصر، واحنا في خط الوسط تقريبا حتى كراتنا اغلبها مقطوعه،
صحيح. أول شيء هو سبب النصر استحواذه على وسط الميدان، طبعا الخطوط جدا بعيدة، الدفاع بصوب الوسط، يعني مش نفس المباراة السابقة تحصل كتلة في وسط الميدان بين مهاجمين ومدافعين تغارب الخطوط، يكون أسهل للاعبين الضغط وإغلاق المساحات. نشوف اليوم طبعا وسط الميدان ممكن أفضلهم هو أكبرهم سانتي، هو أفضلهم من ناحية دفاعية ومن ناحية استحواذ الكرة. طيب الكرة عندك الشوط الثاني بشكل سريع حق السد والنصر، شو بيصير؟ طبعا قراءة سريعة، شو ممكن السد قادر يرجع، قادر يرجع، بس يحتاج ايضا تبادل نفس ما قالوا الاخوان، يحتاج لواعد، يحتاج لتباتة في وسط الميدان، تنشيط وسط الميدان. نشوف طبعا نام مش موجود في الشوط الاول، وطبعا مساعدة من حسن هيدوس واكرم انشط بالطلب في المساحة، لكن السد قادر يرجع. نعم قادر يرجع. نفتح ملف مباراة تحيل ونادي بورس بورس، الشوط لك كراتنا في هذا المكان. الشوط الثاني كم خالد نزلوا فريق؟ ان شاء الله بنكون فايزين في المباراتين ان شاء الله. مايد الشوط الثاني اروح مع خالد ان شاء الله نفوز المباراه. عبد العزيز السد والنصر 1-1، مباراه التحيل 1-0 للتحيل. انت تقولها كتمني ولا كقراءه فنيه؟ كقراءه فنيه، وجهه نظري السد لو حتى يرجع ما اتوقع انه يرجع بقوه، ممكن يتعادل. مشعل عبد الله ممكن يتعادل 3-1 السد، 0-0 تحيل. تم سلبيه هناك وسام. أعتقد السد بيتعادل 1-1 واروح مال التحيل 1-0. مش كنت بترد على خالد من شوي؟ لا أنا مع مشعل، كنت إنه ممكن إذا تبي تخلي المعز داخل الملعب ممكن تخلي مونتاري، أدملسون، المعز ودودو، وتشيل عبد الله الأحرق إذا تبي الشق الدفاع تخلي لوزمان. التحيل وبيرس بيرس توقعاتك طلال؟ تعادل. سلبي 0-0 ولا إيجابي؟ 0-0. 0-0. مشاهدينا الكرام انتقل وياكم الى الكاس 6، احداث الشوط الثاني تحيل بيرس بيرس في استاد الجنوب مع احمد الطيب. احمد تفضل. او استاد المدينه التعليميه، انا اسف. المباراه السد والنصر السعودي في استاد جاسم بن حمد، الفريقين للحين ما دخلوا ارض الملعب. وبس انا كنت اسال من الاوراق اللي عندنا في السد اذا انا بنبدلنا ب هو دوام محمد وعد الوسط على الاقل تغيير. هو قبل المباراه لتنتهي بعشر دقائق قوم محمد وعد واخر دقائق تدخل تباتا، يعني ممكن على حساب من؟ هل يغير طريقته؟ هل قراءه الموجوده، القراءه الموجوده، يعني الى الان ما في لاعب واضح ممكن يستبدل المجموعة بشكل عام. لم تظهر بمستوى جيد. ممكن حسن الهدوس يستبدل. أنا أتوقع كريم عبد الكريم. إيه ممكن حسن الهدوس يستبدل. والله أبو محمد إذا تبدأ تستبدل في السد يعني صعب. تستبدل الكل لأن الكل لم يظهر. والله جد يعني صراحة. كل اليوم ما عطني واحد غير طارق سليمان اللي نقول عنه الدفاع جيد. بس. وسعد شال كورتين يعني يمكن تحسب له بعد. بس يعني الباقي يعني اسمح لي اليوم. فلهذا السبب. أنا مدرب في الفورم اليوم. كل. أوكي لو أنت مدرب شو بتسوي؟ صعب، لازم اللعيبة هم اللي تكون ردة فعل. مدرب ما يقدر يغير فريق كامل خالد في هالوضع. هل اللعيبة تعبانين فيهم؟ لا يعني؟ مش أنا أتفق مع خالد في كلمة إن هم دخلوا يوم شافوا تشكيلة الهلال وكلاعبين نوعا ما ساعات ترد عندنا ردة فعل تكون سلبية. استرخاء. تكون سلبية. هاي يعني مفروض فريق البطل ما في. أنا فريق يستحق أعطيه اثنين أعطيه اثنين، يستحق أفوز عليه واحد أفوز عليه واحد. تحترم الخصم مهما كان الأسامي مهما كان هاي. بس اليوم السد ما احترم يمكن فريق النصر يوم شاف الأسامي، فهاي كانت ردة فعله وطلع سيء في الشوط الأول. لو احترمه كان السد. تبديلين خالد. تفضل خالد. مصعب و وعد. طريقة الثلاثة. وعد بيرجع ثلاثة. مرة ثانية على نفس الطريقة اللي لعبها مع الأهلي. يغير طريقة لعبه 3-4. لا هاي أحمد سهيل. يمكن طلع خوخه مش محمد وعد. طلع خوخه يا احمد سهيل. خوخ مبين عليه التعب. خوخي تعبان يا جماعه. ممكن في شيء مش طبيعي خوخي اليوم. صح، لان خوخي اكثر مره جت عليه الكاميرا شفته انا، يعني تحس انه في شيء مبين عليه تعبان ومش مركز. يعني خوخي حتى لو مستوى نازل يكون في النص لو نزل ما ينزل لين هالمستوى اليوم خوخي. لا يمكن يمكن ان مصاب، يمكن ارهاق المباريات، يمكن في شيء يعني نعذر اللاعب ما نقدر نتكلم. بس انا اقول لك خوخي يعني لو ينزل خالد ينزل لين النص ما ينزل لين هالمستوى، يعني متعودين على خوخي يعطي الافضل ما عنده في الملعب. عموما الان الى سد جاسم محمد في نادي السد، واذكركم ان اذان العشاء ادن الان ونرجع لي خليل البوشي تفضل.